بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم وصفة للمطلوع، مطلوع الفارينة اللي يحبوه كامل الناس في شهر رمضان. اليوم درت لكم تاع الفارينة، بإذن الله في الأيام المقبلة راح نديرو ثاني مطلوع بالسميد. درت لكم مطلوع الفارينة في الكوشي، يجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا، بسم الله، يعني مطلوع ولا أروع المطلوع اللي رايحين نديروا به حالة في رمضان إن شاء الله، لأنه فعلا مطلوع يستاهل أنكم تجربوه وتعتمدوه في رمضان إن شاء الله. تابعوا معي الفيديو لنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الوصفة. ما تنسونيش بليجام لا فيديو، أبوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، ومتابعة شيقة. بسم الله، اليوم كما قلت لكم راح ندير معكم مطلوع الفارينة لمحبي مطلوع الفارينة في الكوشة. عندي هنا فارينة، 2 كيلو تاع فارينة، ديروا اي فارينة عندكم. انا عندي تاع الميزان درت 2 كيلو، ثم ديروا تاع الباكي ولا ديروا تاع الميزان، اي فارينة عندكم ديروها. نحتاج لهذو 2 كيلو تاع الفارينة، مغرف ونص تاع خميرة الخبز، عندك مغرف ونص كبير طبعا ماشي مغرف صغير. رايح ندير ثاني الملح، الملح حسب الحاجة. عندي هنا ماء دافي رايح نشمخ به، بسم الله. نخلط قبل هكذا الفارينة مع الخميرة والملح ونشمخ بالماء دافي. المقدار تاع الماء ما نقدرش نعطيكم المقدار تاع الماء بالضبط، لانه الفارينات تختلف، كاين الفارينة اللي تشرب نديروا لها بزاف الماء، وكاين الفارينة اللي ما تشربش. صافي نديروا الفارينة، تما تبعوا معايا تشوفوا، بسم الله، تشوفوا كيفاش يعني القوام تاع المطلوع كيفاش يكون. بسم الله، هكذا ندير الماء حتى نشمخ كامل الفارينة. اللي تحب تدير كيلو دير نص هذا العبار، دير كيلو فارينة، دير شوية تاع الملح، مغرف ماشي معمر تاع خميرة الخبز. هذو هما المقادير تاع المطلوع تاع زمان، الله يبارك، ما يكلفو روحهم، ما يديروا زيت، ما يديروا البيض، ما يديروا حتى حاجة، يديروا غير الخميرة والماء والملح. كاين اللي يحب، اللي تحب ثاني دير شوية تاع السكر، هكذاك تساعد الخميرة، تساعد العجين باش يخمر. بصح هاد الخميرة الفورية بالخف يعني ما تديش وقت، بالخف تخمر. اليوم راح نلبي طلب العديد من الاخوات، رغم اني راني درت المطلوع تاع الكوشة بالفارينة، درته في بداية القناة، نقولوا في الاعادة افادة ان شاء الله. هكذا راهي شوية راهي مشمخة مليح، بصح المطلوع يحب يجي شوية العجين، العجين تاعو يجي طري شوية هكذاك باش يجينا المطلوع خفيف ويجي مقطن للداخل. هاك نزيد له شوية تاع الماء. هكذا ما نعجنوه ما والو، غير مرة على مرة، واحد لثلاثة ولا أربع خطرات نخلو شتو الفارينة تحب تريح، كي تريح تعطينا الطوع. هاك هكذا دوك نخلو العجين تاعنا يريح،
هكذاك واحد لربع ساعة من بعد نولي له. ذو كيف ربع ساعة للعجين تاعي وليك أنا راني غطيته. ذوك نشمخ يدي باش ننفضو شوية. بسم الله هكذا برك هذه العملية تخلي لنا المطلوع تاعنا يجي خفيف يجي ما شاء الله هكذا هكذا برك بيد واحدة بلا ما نستعملو زوج يدين هكذا هكذا من كل جهة مرة على مرة قلت لكم ثلاثة أربع خطرات نديروا له هذه العملية من بعد خلاص نخلوه يخمر هكذا دوكا نزيد نخلي العجين تاعي يزيد يريح نعاود ننفضو خطرة أخرى هكذا واحد الزوج ولا ماشي زوج ثلاثة ولا أربع خطرات من بعد نخليه يخمر نعاود نولي لكم ان شاء الله دائما ضروري نغطوا العجين تاعنا الطرشون هكذا يكون كبير هكذا باش ما يديرلناش القشره هذيك من فوق بسم الله دوك كيما راكم تشوفوا العجين تاعي راهو خمر شوفوا كيفاش راهي تعمرت الجفنه ما شاء الله وهنا راني نسمسل سنيوات اللي رايحة ندير فيهم المطلوع تاعي بسم الله هكذا سنيوات يعني هادو مخصوص مخدومين للمطلوع ملاح بزاف يعني ما شاء الله انا ندير المطلوع تاعي هكذا في سنيوات ندير مام تاع البيتزا كي خصوني هملك ندير مام في هادو تاع البيتزا كاين اللي يحبوا يديروه في طراشن هكا يفرشوا طرشون ولا درا من بعد يكرسوا المطلوع تاعهم بصح كي نروحوا نرفدوه ويكون طري يروح له كاع هذاك الخمول بعد كي نطيبوه ما يجيش مليح ما يجيش فيه الخيوط هذوك الداخل انا يعني نحب نديرو هكذا في سنيوات من بعد كي نروح نطيبو نقلبو في الغربان نفضلو كامل هذا السميد بعد نديرو يطيب فوق نبدا نكون الخبزة تاعي تاع المطلوع بسم الله نشمخ يديا هكذا في الماء بسم الله وندير خبزات كيما كل وحدة كيفاش تحب المطلوع تاعها كبير ولا صغير هكذا هاوليك انا نحط هكذا فوق البوطاجي باش يجوني الخبزات مسقمين مليح ومدورين هكذا نقطع العجين بسم الله هكذا نبني لكم هكذا باش تشوفوا هاوليك هكذا بغيتوهم هكذا شويه صغار بغيتوهم كبار تزيدو كيما حبيتو هاوليك تزيدو شويه عجين اللي بغيتو تكبروا الخبزه تاعكم هاوليك هكذا بهذه الطريقه انا عرفوا الا راهي بان لكم هاوليك بهذه الطريقه هكذا حتى يولي الشكل تاعها دائري ديروها في السميد نزيد الخبزة الثانية ولا شدو تفتحت لكم هكذا من تحت اغلقوا هكذا شدوا هكذا واغلقوا دوروها في السميد احطوها في السنيوة وخلوها تطحن انا رايح نكمل الخبزات هذو اللي بقاو لي بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله دوك بعد ما خليت المطلوع تاعي راهو تحط وراني فتحت الخبزات عندي ست خبزات فتحت خمسة خليت واحدة برك باش تشوفوا الطريقة
خرجوا لي دار هذو 2 كيلو، داروا لي 6 خبزات، درتهم خبزات شوية كبار، بسم الله درتهم خبزات كبار جاوني 6. انتوما ولا كنتو درتوهم صغار يدير لكم حتى 8 خبزات. هكذا يجينا ساهل كي نخلو العجين يتحط شوية، نفتحوه بكل سهولة. هكذا نرشو شوية تاع السميد، هكذا دوك انا نغطيهم نخليهم يخمروا، بعد نولي لكم باش نطيبوهم كيف كيف ان شاء الله. المطلوع خلاص راهو دوك راهو خمر، هاوليك بسم الله. دوك رايحين نحيلوا السميد هذا السمسل اللي راهو من فوق ومن تحت، نقلبوا هكذا في غربال، ننفضلو كامل السميد. طبعا انا سمسلتو بسميد متوسط، هكذا ضروري نحولو كامل السميد باش ما يتحرقلناش في الكوشه ولا في الطاجين تاني اللي طيب في الطاجين. كيف كيف نحيلو سميد باش ديرو يطيب. انا راني شعلت الكوشه راهي سخونه، دوك نوريلكم الكوشه اللي نطيب فيها، نزيد ننفض وحده من بعد نعاود نولي لكم باش نطيبوه كيف كيف ان شاء الله. هاي ليك الكوشه اللي نطيب فيها راهي سخونه حتى الدخان راهي يطلع منها، يعني كبيره تدي 2 خبزات. كاين اللي راهم يتباعوا يدوا غير خبزه وحده، غير خبزه وحده قيس نص تاع هذه. ومن الداخل بزاف الاخوات قالوا لي ورينا الكوشه اللي طيبي فيها، من الداخل فيها 2 كوانن هاهم ليك، تشعل من جهه وجهه، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، فيها فرن من وفرن من، وسنيوات تاعها كبيرة ترفد 2 خبزات يكونوا كبار، وثلاثة ولا ترفد 3 كي يكونوا خبزات صغار، ولا 2 يكونوا كبار. يعني الطيب ما شاء الله، عندي 17 سنة وانا نطيب فيها، ما قدرتش نستغنى عليها. عندي لا كويزينيير، ما بصح النار تاعها ماشي قويه وما طيبليش مليح المطلوع، ديما المطلوع تاع جربته خطره 2 من بعد خلاص ما زدتش كاع طيبت في لا كويزينيير، خاطرش المطلوع تاعها يجي يابس تلمو الاخر واسمو النار ماشي قويه، من بعد يبطل المطلوع باش يطيب يولي يابس كي الحجره. هذه طيب المطلوع ما شاء الله، قلت لكم 17 سنة وانا نطيب فيها. هاليك دوك نديروا المطلوع تاعنا يطيب بسم الله. انا ندير دايما نطيب فيها 2 خبزات هكذا يكونوا كبار، ندير هكذا ثقبه في الوسط، ما نبغيش يجي هكذا كي البالون منفخ بزاف، بصح ميم هكذا كي ندير له ثقبه كوميم يجيني هكذاك، يجيني منفخ، يجيني كي البالون دي فوا. هاديك الباب نرفدها هكذا، نديرها كانت لاصقه هكذا منا، جات هكذا كانت لاصقه تتفتح هك. بعد كي نروح ندير المطلوع شحال من خطره حرقت لي كامل يديا، تكسرت وحدها، يعني تكسرت من المفتاح، افتح واغلق افتح واغلق، حتى تكسرت لقيتها مزيه كي تكسرت عجبتني هكذا، درت لها برك نص بارفانه هنايا وكرلاجه، وليت نفتحها هكذا كي نحب نطلع المطلوع تاعي نرفدها هكذا ونحطها، يعني جاتني هكذا خير من اللي كانت هكذاك الباب تفتح وتتغلق. قلت لكم حرقت لي كاع يديا،
شحال من خطرة نروح ندير المطلع بعد الباب يتغلق على يدي، مازال مملي طراس هذوك تاع كي تحركت شحال من خطرة منها. بعد هكذا كي تكسرت ما بغيتش نسقمها، خليتها هكذا. هذيك ذوك المطلوع تاعي خلاص راهو طاب، ها هو ما شاء الله نحوسهم دوك. انا نحيهم بعد نكمل الخبزات اللي بقاو لي، نولي ليكم باش تشوفوه في التقديم ان شاء الله. بعد ما كملت طيبت كامل المطلوع تاعي، بنتي ليندا دارت لنا فطور خفيف وظريف. من بعد قسمت كل خبزة على زوج، قالت اليوم ما كاش المواعن، قسمت الخبزة على زوج، دارت لنا دي ساندويتش هامليك. بقى ساندويتش تاعي وتاعها دراري بسلامتهم راهم كلاو. هاوليك واش دارت لنا، دارت لنا فيه شلاضة مع الفريت، شوية لحم مقلي، شوية زيتون مع شوية فلفل مرقد حار، يعني الله يبارك. والله غير بنتي يعطيك الصحة، يعني والله غير ما شاء الله الفطور وعليه الكلام. يعطيك الصحة، انت اللي وجدتينا المطلوع. المطلوع عليا والفطور عليك. هاي بصحتك بنتي. الله يسلمك. المطلوع تاعنا راهو واجد، راهو حاضر امامكم فوق المائدة، يعني راهو يشهي ما شاء الله. المطلوع اللي تقدروا تاكلوا به الشوربة، تاكلوا به الجواز، تاكلوا به تشربوا به قهوة حليب مع زبدة وشوية مربى، صدقوني ولا اروع. مطلوع الفارينة بزاف يحبوه الناس، خاصة وانه رانا يعني السميد راهو مفقود، الفارينة راهي متوفرة. نديرو مطلوع الفارينة، يعني يجي ما شاء الله، يجي خفيف، يجي هشيش ما شاء الله. هاولي كيما راكم تشوفوا ولا أروع، صدقوني نتيجة ولا أروع، غير بالماء والملح وشوية خميرة وسميد رانا درنا مطلوع ولا أروع. هاولي يعني نتيجة ما شاء الله. هاوليك كيفاش يجي، ما يجيش ثقيل. البابة هذيك شوفوا كيفاش تجي، كي الشهد الله يبارك. هاوليك ما يجيش المطلوع ثقيل، يجي خفيف، يجي ما شاء الله. هاوليك جربوه اخواتي بهذه الطريقه، اكيد ما رايحينش تندموا ان شاء الله. انها فعلا وصفه هايله وتستحق التجربه. ما تنسونيش ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وابوني القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر، فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.